بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله شواطنا تتواصل مشاهدينا الكرام. انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة تبدأ بميدان الساد في صباح هذا اليوم في منافسات الديوان الخامس الخاص للحجايج في كافة ميادين الدولة. نسير وياكم إلى مقدمة هذا الشوط، بنحاول نتعرف على رغم هذه البكرة اللي مخربط فيها تخربيط لكن شعارها واضح وهي معروفة، حق مانع بالحلو الوهيبي. المركز الثاني ايضا محمد بن صالح الكثيري المركز الثالث، لكن دخول على الثاني دخول من وصفه سهيل بن خميس بن محمد الشامسي، من قدم وصفه اللي تنطلق من مركز الى مركز تصبح في المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا الكرام يلي وصلت في هذه اللحظات رقم 37 تتقدم شواهين حمد بن سهيل بن حمد بن متعب العامري. يا سلام يا ابو سهيل، حضورك مميز للغاية، واذا ايضا انجزت وحققت الفوز والانتصار لا غريبة عليك يا ابو حمد. المركز الرابع البشفيان شواهين حق شفيان بن سعيد بن علي العامري. ما شاء الله اليوم بن شفيان سالم سجل التوقيت الافضل 4:35 عن طريق مرعب ياتي على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامسة اللي تدخلت لكن الغادة محلى الوصول من 22 شعار مسلم بن حمد بن متعب العامري على ظهر هملولة لمسلم بن حمد بن متعب العامري تصل وتنطلق مشاهدينا الكرام الى المركز الخامس في هذه اللحظات. اتغير من مركز الى مركز. الساتة هرصاد سعيد بن مطر بن عنوده العامري، هكذا المسار. شوط الملي بالاعداد، ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه شواهين حمد بن سهيل بن حمد بن متعب العامري تتصدر القيادة، تقود ركب المسيرة، تبى تسجل نقطة مع الفاتنة من فازت في صباح هذا اليوم، وها هو حمد بن سهيل بن حمد بن متعب العامري. لكن الغدوم من وصفة سهيل بن خميس بن محمد الشامسي، ما شاء الله وصفة انطلقت. حميد بن علي الوهيبي متابع مع هذا الشعار، الله 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 الله، الاغتراب من الكيلو المتر الأخير. لكن الغادم يا سلام، ملاذ سعيد بن محسن بن بخيت السلمي، وصلت ملاذ، وصل مسلم بن حمد بن متعب الشاهينية، هناك حمد بن سهيل بن متعب. لكن الغادم في هذه اللحظات شعار بن صقوح قصايب أو غصابة مسلم بن محمد بن صقوح، وصلت وخذت المركز الرابع. لكن إلى المقدمة نعود، إلى الصدارة نعود، راح ممثل الساد مسلم بن حمد بن متعب، هملولة سيطرت إلى المركز الأول. الثانية وصفة سهيل بن خميس بن محمد الشامسي بن صقوح الغادم بالقرين الساعدي يصل بهذه اللحظات. يا سلام الله 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 الله، رزنامة حق سعود بن سالم الساعدي، لكن ممثل الساد أطلق لها العنان، حس بالخطورة مسلم بن حمد بن متعب العام عامري، هملولة بالقرين غادم وبصقوح واصل، لكن ممثل الساد ما عليه خوف، مسلم بن حمد بن متعب العامري هو المسيطر. بن صقوح غصابة مسلم بن محمد بن صقوح، لكن لا يوجد غصب على ممثل الساد حينما يتمسك بالقيادة مسلم بن حمد بن متعب العامري. هيهات تسليم القيادة في الأمتار الأخيرة، ها هو مسلم بن حمد بن متعب العامري يقدم هملولة وتنتزع المركز الأول. الثاني مسلم بن حمد بن صقوح، الثالث عبد الله بالقرين، الرابع ما
مانع بالحلو الوهيبي، الخامسة معك يا السعدي، السادسة مع حمد بن سهيل بن متعب. التوقيت 44 ثانية. تهانينا والناموس لمسلم بن حمد بن متعب على فوز هملوله بالمركز الأول.